صباح الخير، مكملين معكم. راح نحكي عن فيلم لما شفتك، وهو عمل روائي أردني فلسطيني، يعد من الأعمال السينمائية القليلة اللي بالفعل عرضت معاناة والمشاكل اللي بيعاني منها المواطن العربي بأحد أهم وأصعب المراحل. معنا أن ماري جاسر، صباح الخير، مخرجة العمل، ومعنا الموهبة الرائعة ونجم كمان أحد نجوم العمل محمود عسف، صباح الخير، بدور طارق. أستاذ علي عليان، صباح الخير، بدور أبو أكرم الفنان أكيد القدير. أهلا وسهلا فيك. نبدأ من عندك أن ماري جاسر، تحكي لنا عن لما شفتك. بالفعل يعني حصد لسه اليوم راح ينعرض محليا، لكن كان في ردة فعل كتير إيجابية وشارك في أكثر من 30 مهرجان عربي وعالمي. شكرا لك. أنا مبسوطة لأنه اليوم راح نعرض فيلم بعمان بأربع سينما، بتاج مول، مكة مول، سيتي مول، ورينبو سينما، وهذا شيء كتير مهم لأنه احنا يعني اشتغلنا على الفيلم، وأهم شيء هلا نعرض الفيلم، يعني نشارك الفيلم مع الجمهور وخصوصا جمهورنا هون. والفيلم روائي طويل عن بيصير بآخر ستينات، عن ولد اسمه طارق وأمه، وإيش يعني بيصير معهم، يعني بيجوا من فلسطين، لاجئين من فلسطين بالأردن، الولد شوي عنيد، شوي خاص، شوي عنده بيسأل كتير أشياء ولا حدا بيقدر يجاوب عليه، عنده فضول دائما، وبكرر خلاص لحاله وبده يدور على أبوه، يعني أبوه مش موجود. يعني هو كان وين متواجد وانتقل بعدين للمخيم، صح؟ بالضبط. هيك وبصير معه مغامرات، والعلاقات بين الولد وبين أمه بهذا الفترة اللي كتير مهم بالعالم العربي. حلو. طيب تحكي لنا محمود عن دور طارق، يعني كنت تشرح لي هلأ قبل شوي قديش كان في تفاصيل وحكيت لي إياها مرة واحدة، فأنت كتير بتحب التمثيل وكتير حبيت كمان الدور، فحكي لي بالضبط عن دورك بالفيلم. شخصية طارق، أنا بداية بحب أشكر تلفزيون الرؤية على المقابلة. شخصية طارقية بشكل مختصر هي عن نكسة 67، بتمثل شعبية شعب فلسطين اللي انخرج من وطنه بالسلاح بالقوة، بخرج بعيش على الحدود بالمخيمات، فما بتقبل عيشة المخيمات، الخيمة صغيرة، كان يعيش ببيت كبير مع أستاهله ومدرسته. يعني سؤال بطرح طارق نفسه، ليش أنا موجود هون وبيتي هناك؟ يعني أنا بيتي هناك، ليش انتقلت؟ ليش تركت كل شيء؟ صح. فيعني بس بيسأل غيداء أمه، والدته، بحكي له وين بيتنا؟ بكي عند الشمس، وين ما تروح الشمس هناك بيتنا، على الغرب. بالغرب. فيوم من الايام بيطلع على الغرب، بيطلع فلسطين، بصير بيمشي جبال وبيمشي يعني بالصحراء، بتعب وبيخفى بالصحراء. بيجي يعني بصير وقت غروب، بده يلحق الشمس، ما بيقدر، فبتليل عليه بينام بالصحراء. أوكي. بيجي فدائي ياخذوا على المغين، على المعسكر، ياخذ على المعسكر، يصير يعلمه على السلاح ويعلمه كيف يدافع عن نفسه، وبصير حمسه كيف لما نرجع البلاد. فيعني عاش الدور، ودور فدائيه. فبيجي غيداء بتدور على ابنها، فبتروح ورا على الغرب، فبتيجي على حدود المعسكر، عسكر من الفدائيين بياخذها وين؟ لعندي. فلما توصل جوا المعسكر، مخيم اللي كنت عايش فيه بنقصف، فغيداء ما بترجع المخيم، ما بضلها بوصل حرب، بدها تقبل فكره ابنها وترجع على الوطن. فنهايه الفيلم، بدنا نحكي النهايه؟ لا، انا بحكي عن الحادثه الفدائيه. بتذكر طارق ليش انا موجود هنا، ليش هو فكره الاساسيه نرجع وطني، ليش موجود انا بالفدائيه. فبنسى الفدائيه كلهم، بترك امه، بترك الفدائيه وبطلع على فلسطين، على وطنه برجع.
لا مش مبنى. استاذ علي بتجسد شخصية أبو أكرم، هو قائد معسكر، تحكي لي عن دورك بالفيلم تحديدا وعلاقتك بطارق. يعني شخصية أبو أكرم يعني تمتلك يعني كاريزما معينة لها، كونه قائد عسكري يعني ما بين أنه بده يكون صارم وقادر على السيطرة على المقاتلين، وما بين أنه بده يملك الكاريزما أيضا اللي يعني تمنحه العلاقة بينهم تكون يعني علاقة طيبة. زاد أنه يعني التركيبة بالشخصية أنه بيكتشف طارق يعني أنه أبو أكرم أمي لا يقرأ ولا يكتب بعدين في النهاية يعني. أبو أكرم لما يجي طارق يعني بيعطف عليه بيدير باله عليه، بيكتشف طاقات يعني في هذا الطفل، طاقات يعني العلاقة بنسبة الذكاء في مجال معين هو مجال العد الأرقام، يعني بتطلع في أي شيء بعد مباشرة. يعني حتى لما كان أبو أكرم يعمل للمقاتلين نقول له اضغط في تمرين العسكري، فهو يعد كل واحد قديش ضغط، 1.47 1.58 اللي بده يغش واللي ما يغش، فيكشف طارق يعني. فهون أبو أكرم يعني صار يعني طارق ذراعه اليمين يعني في المعسكر، حم يعني ماسك عصاي بدل البارودة يعني، وقال له مرات كان يحاول يفلت بده يعني عنده حلم العودة يعني. فكان أبو أكرم يعني يقول له لسه بكير عليك حتى يعني تتحقق هاي الأمنية، نتيجة أنه لازم في إعدار وتحضير للمسألة يعني. أنه بدك وقت أكتر لتجهز حالك. طيب يعني في عدة تساؤلات طرحتيها طبعا من خلال طارق، شو حبيتي هيك توصلي للجمهور للي راح يحضر الفيلم، انه كل واحد مر بظروف طارق او والدته، في عدة تساؤلات، في هواجس، فشو حبيتي او شو اهم اشياء طرحتيها من خلال طارق؟ يعني ككاتبة وكمخرجة اهم اشي بالنسبة لي الناس يشوفوا فيلم، يشوفوا اشي على الشاشة اللي هم لحجتهم او قريب منها، يعني قريب كتير لازم، هذا كتير مهم للعالم. يعني احنا بنحب افلام اللي بهوليوود وهيك يعني بنشوف اشي بعيد، بس كمان كتير مهم حدا يشوف فيلم اللي علاقة وبيحس هو كمان مهم، احنا كمان مهمين، اي حدا مهم، وهذا يعني قصة صغيرة من كتير قصص. مزبوط. بس كل قصة مهم. صحيح. طيب حكيتي لي يعني مش بسهولة كمان قدرتي انك توصلي لمحمود ليجسد شخصية طارق، يعني من أكثر من 200 يمكن طفل شفتي، فشو الصفات اللي كنت تدوري فيها على محمود؟ دورنا بكل أردن، وكنا ندور على الشاب اللي عرفت مش رح يكون في معه عنده تجربة يعني كممثل لأنه ولد. ودورنا كنت مدور يعني حدا قريب على الكاركتر بالفيلم، على الشخصية بالفيلم، وحدا اللي زي يعني طارق بالفيلم بيسأل كتير، بده يعرف كل إشي، بيسأل بده يفهم، وهو كمش مش مش مسكر، مش مش مسكر، مش منغلق على ذاته، بحب يعرف ويسأل. هو هيك ومحمود هيك. محمود أنت بتحب تضلك تسأله تعرف. بده يعرف كل إشي، بده يفهم يعني. هذا شاطر هيك يعني. هذا اللي بعمل حاله هو بيفهم كل إشي. حلو. العكس يعني، هذا الشخص اللي بيسأل هو اللي أكتر بفهم. وهيك يعني دورت وعملت مقابلات مع هدول الأولاد. حلو. ولقيت محمود خاص من الكل، خلص يعني لفت نظرك. رح نعرف من محمود شو رأيه بأول تجربة تمثيلية، وخصوصا إنها يعني عم تحصد نجاح كتير كبير، لكن رح نشوف لقطات من فيلم لما شفتك. جوازير؟ انت ولد صغير. مين تركز جيتا؟ عفوا يا اخوي، في اخبار عن بيت نوبة؟ مش حكيت؟ مع السلامة. استاذ ناصر، بتعامل ابني مثله مثل باقي الاولاد. هو مش بمستوى الاولاد التانيين. هو اشطر من باقي الاولاد. ليش هيك؟ وين ابوي وينه؟ تتذكر شو حكى لك؟ اتجاه الشمس هناك دار، محل الشمس بتروح كل يوم. طارق، من وين جيت؟
هي اللي هذا 97. بس قاعدين نضيع وقت هان. الكيت بدك تصير زلمة. امشي اتحرك. انا معهم. شفنا ضواب القدس، شفناهم. قلت ليش انك تزوجتي صغيرة؟ يا ريتني تجوزت اصغر. زبين مريق، انت خليتي يروح. طب اغراضكم بسرعة. كيف ضيعنا كل شيء؟ ما ضيعناش. إذن محمود تحكي لنا شو رأيك بأول تجربة تمثيل، خصوصاً قبل حكيت لي أنك بتحب التمثيل يعني على نطاق المدرسة، أنت بينك وبين حالك كنت كتير تحب التمثيل. يعني التمثيل الفيلم نفسه كيف يعني حبيته؟ إنه العلاقات بينه وبين الممثلين وبين الطاقم كان كثير قوية، وكمان كنا ننميها مش من خلال التصوير. كان يعني أسابيع قبل التصوير كنا نأخذ يعني صحبي ونمشي مع بعض، أروح عندهم. حلو. فكل هذا يعني ذكاء أنمار هي اللي خلتني كيف أنا وشخصية، كيف تكون علاقتنا كبيرة، كيف نكون محبوبين بين بعض عشان نقدر أوصل الفكرة اللي بدها إياها، وأقدر أكون شخصية طبيعية وأوصل فكرتي وفكرة الفيلم. برافو. وأستاذ علي نفس الإشي حكى لي، يعني كنا نحكي إنه طريقتها ما بتعتمد كتير على النص أو شو موجود قدامك كتابة، فكان يعتمد أكتر على الارتجال، صح؟ كيف لقيت هذا لا الموضوع؟ لا مو ارتجال، يعني العفوية. هو فينا سكريبت موجود يعني نص، بس بيعتمد على العفوية. لكن يعني معتادين بالسينما والتلفزيون إنه الممثل اللي بيقرأ النص بيقرأ الشخصية بتعجبه ما بتعجبوش، بيشوف جوانب لها، بيعمل بحث عنها، بيعمل دراسة عنها، كيف ممكن يأديها، كيف ممكن يقدم شيء جديد فيها. لكن اسلوب آن ماري هو يعني انا فلسفته او فسرته فيما بعد، يعني انه هي بدها بسموها بالاخراج المسرحي هي التوليديه، يعني توليد الطاقات، توليد طاقات الممثل اثناء التصوير المشهد حتى يعني يكون في تلقائيه وطبيعيه الاداء. وهذا يعني تم تجاوزه بجوز في اول يوم تصوير، يعني صار في فهم مشترك لهذا الاسلوب اللي بيشتغلوا عليه عالميا، لكن هو مش متعارف عليه عندنا هون بالاردن. شوي يعني جديد يعتبر. اي شوي جديد كان عندنا، لكن يعني في اول يوم كان يعني تم تجاوز هذه المساله، ويعني يعني كنت حتى حاكي انه لازم يجيني المشاهد التصوير قبل بيوم، بعدين خلاص يعني سلكت الامور بدون ما فهمت يعني كيف فكر الفيلم بالضبط يعني. وهذا يعني طبعا بيعطي مساحة للتفكير عند الممثل في نفس اللحظة، يعني انه شو ممكن يقدم شيء جديد، ويعني وبدون يكون دارس الشخصية مسبقا. وهذا يعني طبعا اختبار يعني اداء كبير يعني في نفس اللحظة، لكن طاقات الممثلين كانت قادرة على الاستيعاب وقادرة على يعني تطوير ادوات الشخصيات. ولانه يعني انتقائها بجوز للفريق العمل يعني كان بعناية شديدة. انا ما اخترت الدور في هذا الفيلم، هي اللي اختارتني كممثل في هذا الان ماري، اختارت طريقة مدروسة لكل يعني لدى اداء الشخصية. بالعادة احنا كنا دائما انه يعني لا بتقرأ بيعجبني او ما بيعجبنيش يعني بصير صح. طيب يعني انت كمان زي ما حكيت بتنتقي الفنانين والنجوم بالمشاركين بالعمل، وكمان ركزتي انه يكون كل شيء بالاردن، يعني التصوير بالاردن، الطاقم بالاردن، صح؟ صح مزبوط. يعني هذا شيء كثير مهم كمان كاحنا كمخرجين نشتغل محلي، لانه في ناس اشتغلوا بالفيلم بافلام قبل، وفي ناس اول مره بيشتغلوا او بيمثلوا او هيك. So, هذا شيء مهم لانه بالمستقبل ممكن واحد منهم راح يطلع يعمل فيلم او يكتب او ينتج، او تعرف بده يكون مخرج مثلا. بحكي له بدك تكون مثلا، لا مخرج. مخرج لا خلاص. برافو. هو بده يكون جو اي شيء بالعالم يعني اي ما هيك. يعني هذا كمان فكره الفيلم وفكره الشغل بالسينما، يعني اي حدا بيقدر يكون
شو ما بده. هذا إشي أنا بحب بالفن بشكل عام يعني. مش عم نشتغل وعم ندور إيش منحب بشغل. أنا بلشت الإبداع بده حرية ما هيك. وأنا لما بلشت فكرت أنا بس رح أكون كاتبة. بعدين لاحظت أنا كتير كتير بحب أشتغل مع ممثلين. هذا من أحلى إشي اللي بيصير. وبكتب السيناريو وما بخلي معي لأنه أنا كمان بحب أشوف شو عنده الممثل يعطي. هم بعتوا إشي كمان جديد أنا ولا مرة فكرت فيه. صح. ولا مرة بحب أدلني أشوف شو عم بيصير قدامي قدام الكاميرا. لأنه مرات يعني لازم يعني تحرر حالك من النص. مزبوط. طيب برضو بحب هيك أعطي الفيلم حقه في موضوع المهرجانات اللي شارك فيها والجوائز. تحكي لنا عن أهم المحطات. شاركنا بكتير مهرجانات وببرلين وبأبو ظبي ببحرين بالقاهرة ببرازيل بأمريكا يعني كتير لفينا. توقعتي ردة الفعل الجوائز والنجاحات اللي حصدها؟ لا يعني كنت أكيد يعني الواحد اللي ما بتوقع لسه كمان بنبسط أكثر. لا ما بفكر فيه. أهم إشي يعني يعني نشتغل. أنا هاد 3 سنين اشتغلنا هذا الفيلم يعني من أول لآخر 3 سنين أو نص يعني. وبعدين بدك بس كل مرة بعرض الفيلم عرض الفيلم بس كل مرة أنا خايفة كل مرة يعني بدي أشوف شو الناس كيف بحسوا بيضحكوا لما لازم يضحكوا. شوفي ردة فعل الناس يعني الأول. وكمان محمود لنهنيك على الترشح كمان لجائزة أفضل ممثل وحصدت على المركز الثاني. ألف مبروك وإن شاء الله نشوفك ممثل مبدع ومخرج مبدع. شكرا لحضورك محمود عصفي وكمان أكيد أن ماري جاسر المخرجة والكاتبة المبدعة والأستاذ علي عليان. شكرا لحضوركم نورتونا ونتمنى النجاح. بس بدي أنوه أنه من الليلة صح رح يكون الفيلم وين؟ بميكا مول بتاج مول ب شو اسمه سيتي مول. يعني موجود تقريبا بكافة دور العرض. بنشجعكم تحضروا فيلم روائي أردني فلسطيني يستحق أكيد المشاهدة.